الخير، برحب فيكم بحلقة جديدة من يوميات الطلاب، وفيها رح نعرف آخر أخبارهم وتحركاتهم بالأكاديمية. البداية مع صف مدام ماري وتقنيات جديدة للغناء. أنت أكتر واحد كان لازم تكون بالصف قبلهم كلهم نص ساعة إلك فوق. مين؟ عم تكوي شميس؟ عم تكوي يا بونجور مدام ماري. بعرف يلا 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 ليكو بدأ لأنه عندك نوطة عالية كتير بأمرك كول ورجع ورجع مش هيك فنجان شاي خلص لا بدك تاكل بدك قوة كول وتعا يلا كون ايه بحق لك بأمرك يا جامي سالي كومون سافا كيفك اليوم؟ لأنك هزيت كتير تعرف شو عطيتني؟ سول تاني اكزرسيس سول ليه بتلتهي هيك؟ معك خبر بتقشط على الزلعوم؟ شو شاطرين ربك بروحوا بعلموا بعديكي لا طبعا مي كتير بيلتهي خطيرة وكتير شنها بده يكسر صوته هو عم يضحك وعم يتطلع هيك لا خطير يلا يلا معلش مدام انا جربت افتحها مدام عرفتي ما حدا طلب منك تفتحها بهالطريقة لورا عالزلعيم شبلي مي معك يلا بتطول بالعرض هلا ايه ما بقى بدي خلص خلص ايه خلص هلا بدي منك توقف منيح على الصول مش توقف للصول لورا ما تغير ها كمان مسكر معلش معلش خليك يا حي بلش يعري عتفهمني ما راح استفيد انا لا تخليني مين طلب منك من هلا دغري تعطي النوطه yeah. هيدي بتروح لك صوتك ما تلعبوا هاللعب صوته مش حامي مش حامي صوتك كيف عم دريكم ثلاث نوتات بالاول وبعدين ست خمسه وبعدين صح. يا عمي شو قصتكم 100% يا حي خلص ما بقى تسمعه بدك تسمعيه ايه بدي اسمع تشوف وين بيطلع ثقيلة ثقيلة شوي مدام طيب معلق ما تقولوا له ثقيلة بده يوقف يغني مدام ميري هو امبارح اصلا كان هو قايل عليها طلع على المسرح امبارح غناها ولا حسنا ان هي عالية بس لما كان بيفتح بقه فهو ليه هلا اليوم يفتح تمه هلا رح اعمل لك فوكالي زروق بطل دلع خلصنا وريحيني من العذاب هي اكيد ليش انتوا عندكم غير فوا دو تيت الرجال هاي انت هاي بس مش فوق هو هني كله هذا لحنا كله بغنيه ايه سافا سكر سكر عفوا بسيطه يا ابني بسيطه واف لا تخلي مي معلش هاخد قطره لمناخيرك ما بنسى رشه ضروري وقبل ما تنام بالاخص كتير منيحة بس تخمطة للمي صفيت لورا صرت بدك تشد تجيب الآلة قدام مي
شو هالشباب هول؟ أحلى شباب الدنيا. إي والله اسم الله. رح نتوقف مع أول بريك بحلقة الليلة ومنتابع من بعده آخر أخبار الطلاب. نرجع ليوميات ستار أكاديمي وما تنسوا مشاهدينا تتواصلوا مع الطلاب عبر فيسبوك تويتر وإنستغرام. دليفري جديدة وصلت من كلاسيك برجر للطلاب وما في لزوم خبركم كيف كانت ردة فعلهم. كلاسيك برجر I miss you. تعطيني اياهم بدي اخذهم. تفضل تفضل. كلاسيك برجر. خلاص جبنا الاكل جبنا الاكل. ميرسي كلاسيك برجر. يلا ثانك يو. يبعث لي ايه كلاسيك برجر كثير تقال. مين عايز التشيكنز؟ بيف. بيف 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 تشيكن. مع السلامة. عايز اي بيف ولا تشيكن؟ ايه؟ هاي شو اللي بايدي؟ كلاسيك برجر. بيف ولا تشيكن؟ كثير اشتقنا لكلاسيك برجر. حط لنا كل يوم كلاسيك برجر، كل يوم، كل يوم. شباب ما اشتقتوا للكلاسيك برجر؟ اي لاف كلاسيك برجر. في كلاسيك برجر. ثانك يو. رافائيل ما بيخلي حدا يسلم من تعليقاته وهالمره كان الدور على دينا حتى تكون هي موضوع الجلسه. رافائيل شو اوكي اوكي شرفنا رافائيل. ثانك يو. بشو مشرف؟ للشرف بالعصير. هيدي ملك دينا حبيبي. تعال جاي. ثانك يو ثانك يو. العصير مين سوى العصير؟ جينا طاولة هون. خير الله مغالو خير. هيدا انا. هيدا حكي انا عايز مصلحه. ما بصدق شو قلت لك. ما بصدق عشان كذا قاعد ادوق. شو قلت لك بالباص؟ انا مش اكثر بنت بحبها. مين؟ دينا. اكثر بنت بتحبها دينا؟ الولد قال دينا يعني براسه هو بحب اللي يبغى. واكثر بنت شانتال. ما بخسر ما بقدر اخسر شانتال. ما بقدر اخسر رفقتها. مين؟ شانتال. ودينا. مين؟ دينا. مين؟ شانتال. لا. حنان. لا دينا. انا قلت دينا. اوكي دينا. عيد 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 السؤال. مين اكثر بنت ما بقدر اخسر محبتها ولا صداقتها؟ دينا. دينا لا صحيح. هو قال لي كل حاجه دي كله دينا. قال لي كل شيء كله دينا. وانا فين؟ قال لي مين 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 يغسل؟ صب ماي. كم شاب قدامي عندك انا تقبرني صب ماي؟ الحين انبسطت بالكلمه هذه. لا ولا اعملها معروف صبي لي ماي يا شنطال. وين وين اللبنانيه اللي بيني وبينك؟ وين نعملها معروف؟ اعملها معروف شنطال. بيستخدم شيء اسمه احترام. بيستخدم لبنان عشان يشرب. يا قاعدك شو واطي؟ يا قاعدك شو واطي؟ قلت له وين اللبنانيه اللي بيني وبينك؟ قال لها قاعدك حشيلها براسه. قال لها بيستخدم لبنان كرمال يشرب. انا اصلا ما في ارفض بطاله. الله. من دينا لحنان، بعده العشاء مستمر وبعده رافائيل عم بيتابع بكلام الغزل، لكن يبدو عنده طريقته الخاصة بالغزل. هلا أم الكنترول. أنا وياهم بنلزق عليهم شي 10 خلاص كنترول فينا نطق الضغط، كنترول فينا نطق الضغط. شو اسمك؟ ليه كتبته هونيك على الملاية هيك؟ ما مين عم تحكي؟ ما مين عم تحكي هيك؟ ليه كتبته هيك على الملاية؟ تكلم أبو لحنان حلو، فاهم؟ مين كتب لك على الملاية هيك أنت أصلاً؟ ما حدا قرب صوبي. ما حدا شايفك اصلا، ما حدا بحبك وما عندك فانز. لا حدا فانز. انا شايف انا من اول فانز فانزك يا حنان. علي خيي انت معي ولا ضدي؟ معك حبيبي. ايه علي معهم معهم علي ومعهم. علي معك قلت. انا شو عم بتحكي؟ للي بحبه فانز. بحب الاسنان. شو بتحس؟ شو بتقول لفانز؟ هلا شو حاسس؟ انا شو بتقول؟ احكي يلا شو بتقول؟ مش بليز العالم اللي بحبوني مش ضحكه بليز.
حنان كل البرجر تبعك احسن. امسكي ما عم تحكي هلا كفيها للاخر والله. لكن اللي بيحكي عن العالم اللي بحبوني بقتله. مين في حدا بحبك يا حنان؟ ما حدا بحبك. مين في انا بحبك؟ تكلم عن نفسك. سمعت ولا كلمة؟ كيف بقول لي انا كيف بتغزل فيها؟ نعم نعم عيد عيد عيد. عيد انا. انت مين بحبك؟ مين في انا بحبك؟ اوف قوم وقف قوم وقف. بليز بليز زهقتوني ما بدي اكل خلص. لا كده غلط كده غلط كده غلط يا حبيبي كده غلط. برافو حنان سمعت الكلمة اللي قالها؟ كده غلط يا علي كده غلط. ليش؟ علي مبسوط يا جماعة. غلط يصير غلط غلط. سوري غلط اللي قاعد يصير. انك تاكل وتوقف غلط. شو بيصير؟ اكيد بعدين بيعمل ها؟ بيعمل اكيد ان شاء الله والله العظيم والله العظيم ان شاء الله بشوفك عم تتشقلب على الدرج ونزل لتحت مش قاطع من حدك ما كان بعد. واو تشوف قد بحبك. بريك وبنرجع ليوميات الطلاب. خليكم معنا مشاهدينا. منتابع حلقة الليلة من يوميات الطلاب، وإذا بتحبوا تعرفوا كل أخبارهم بطريقة متواصلة ادخلوا على www.starakarabia.com. نرجع لأخبار دينا وحنان يلي عم يتحدثوا عن معجب سري، فمين ممكن يكون؟ دينا يا دندن حبته. لا يا حبيبتي لسه. لا يا حبيبتي كويس أكثر ما أنت فاهمة نفسك. فعلا؟ في اشخاص دلوقتي فرحانين قوي ومش عارفه تعاملوا الفرحه ونفسهم ينططوا. لا والله ينططوا. بطل يا بنت رامي الكلام ده. ينططوا. انا فاهمه الكلام قوي. في اشخاص هنا فرحانين قوي. حقك يا حبيبتي والله حق. انا شفت بعيني شفت بعيني يا حبيبي معاك حنان. في ناس بتتفرج علينا يا حنان. وقفي يا حنان الكلام ده يا حنان. شو قولي الصراحة؟ بس يا حنان انت بتحبي الصراحة؟ انا كان قول صراحة. سالينا الهدرة يلا سيري تلاح. ماشي تلاح. ماشي يا فنون. انا ما بقتش عارفة البس ايه. انا عادي يا حبيبتي بعد اللي صار. بجد؟ ماشي يا حنونة. اللي قالك راجع مستغرب كيف غنيت والنار بقلبي وانا مش عارفة البس ايه. يا قلبي اه يا قلبي. ماشي يا حنان. ماشي الله يخرب عقلك يا حنان. عاجبك كده؟ علاش علاش الكاميرا هتموت وتعرف ايه اللي بيحصل. الله يحرقك. سيب. ماشي يا حنون. ماشي افضحيني قوي يا حنان. انا نفسي بقى نفسي. لا اوعي لما اعرف الاول. لا ما تخافيش سرك بقى كبير. بس انا متاكده من اللي قلتولك. يا رب. اكيد اكيد مش يا رب. حنان انا مكتئبه سيبيني دلوقتي. حاضر. ها انا ساكته. حنان مش انا فين هدومي اصلا؟ نسيم خبر سره لمروان وفتح قلبه وتشارك مع صديقه انزعاجه من احد زملائه بالاكاديميه. بس بالوقت يا نسيم مش غلطان بالاشخاص، غلطان بالوقت. أنا غلطان بحساباتي ما عرفت. أنا ما بعرف. أنا شخص ما بعرف ما اختار. ما تختار مين؟ تكلم على حد هنا؟ ما بعرف اختار. أنا حد مزاي أسف بس حلوة إنه جاي في وقته. بس حلو والله. مش زعلان على حد. مش زعلان على حد بس زعلان على طيبة قلبك. على نفسي. نسيم طلع فيه. مش هالاشخاص اللي بهون شيء. توقيتك بو شيء. توقيت الاشياء اللي بتعطيها توقيتها بس غلط.
وحياتك. في أوقات بتنحمل كلماتك وأوقات ما بتنحمل، أنا عم خبرك. مش لأنه أنت بك شيء، بس التوقيت بدك تفكر هون إذا بتنحكى الكلمة أو بتنحكى. أنت في حد مزعلك؟ يعني أنت في حد عامل موقف مزعلتك فعشان كده شفت كده؟ ما لأنه يعني... أسير سوري، بوقتها ما كان وقتها. وقت اللي انحكيت الخبرية. بكرة بنحكي ونشوف إذا أنت صح عم تحكي، لأنه في 50% صح من كلامك. ما بعرف إذا صح كله أو لا، ما بعرف. بكرة بنوضح، بس بليز أمانة ما تحكي لحد. وحياتك مش هحكي، بس عم بحكي كرمالك والله العظيم، عم بحكي كرمالك. مش الأشخاص. يعني عباس بيعرف إذا حكيتك كلمة بوقت مش مناسب هياخد على خاطرك. هتحكي كلمة أنت مش قصدها يمكن، بس من تعصيبك بوقت أنه مش بوقت أنت. مزبوط ولا لا؟ كمان لاحظت أنه ما في أي شيء، ما في أي شيء. المعاملة اللي بعامل بيها الناس ما بتعامل بيها. طب مش كل الناس مثل بعضها بتعامل بعضها بك يا نسيم. أنت ما بفكر مثل ما بفكر فلان، مثل ما بفكر أنا، مثل ما بفكر عباس، ما هفكر مثل أنت تعامل بطبيعتك. كل واحد بيهتم بطريقته وزي ما الناس بقى تشوف. أنت معود كثير تهتم، أنت معود كثير تهتم. مش العالم كله مش هيك تهتم. طريقة معينة بدك تلاحظها بس، فهمت علي؟ مش الناس الغلط. بدك تفهم شغلة، خليك فكر قبل ما تتصرف، فكر قبل ما تسرع. توقيت اللي عم تحكيه غلط. قلبك طيب وبتهتم وبعرف وبتحب من قلبك، كلنا بنعرف هالشيء. بس بدك، لأنه أنا ركزت على شغلة اليوم، عرفت ليش زعلت؟ توقيتها مش مزبوط كان، عرفت؟ يعني قلتها مرة اثنين ثلاثة تخلص. رفايل كتير عم بيزودها بي حركته مع حنان، مع نسيم. مع نسيم؟ رفايل؟ وهيك هي المشكلة صارت مع نسيم. مش هيك زعلان؟ مش هيك نسيم زعلان. ليك رفايل بيأذي وما بيعرف. هذا الشيء حاب أوصل له إياه من أول مرة، قلت له مشكلتك رفايل إنك كتير مهضوم. هاي مشكلتك الوحيدة. نسيم هلا مدبرس من ورا إنه رفايل إيه له شيء؟ I don't know بس I think it's about that. يعني هضامتك وطيبة قلبك كاركترك المهضوم كله بالأكاديمي هيدا، بس تلاقيه مع أشخاص بيفيدك لقلك وبيخليك تكون بوزيتيف، يعني بيخليك تحس على طول إنك متفائل وكذا مع أشخاص معينة، خليك بجون لأنه هن بيريحوك هيك وهن مرتاحين معك هيك. إذا أشخاص بيأذوك ما عبول عن هذا الموقف. إذا أشخاص هالأشياء كلها اللي فيك المهضومة والحلوة زعجتهم، هي بتبقى مشكلة منهم هن مش منك أنت. خلص ما نفع. بني مروان، وكن متأكد إنه راح تصير لي مرة تانية، مش من نفس الشخص، من شخص تاني. شوفي هلا نتوقف مع آخر بريك بحلقتنا ومنرجع نحن وياكم. منتابع يوميات ستار أكاديمي، ومسلسل سوء التفاهم بين حنان ورافائيل ما بيخلص. علبة طن مين هيدا؟ مشتركة، لو ما قلت لك عنك كنت حتبقى هون لبكرة. لا لا أكيد لا. واحد كيهضر لي منه واحد من هيك نقطف. فهمهم بجوج. شوفي حنان. شو حكيت؟ لو خلص يا عمي خلص هبل، ما هلك انت عم تضحكي بالباص، ما تضحك العالم علينا يا زلمة. ما شو اللي عصد عليك من اني علت صوته؟ وهي تاني مرة ما علت صوته هيك. شو اللي هيك؟ بس بتعرفي قد بحبك انا؟ بتعرفي ولا لا؟ ايه بس ليه علت صوته؟ بتعرفي قد بحبك انا ولا لا؟ هي أول مرة تسمعيها، ايه. بتعرفي قد بحبك انا ولا لا؟ أنا ما بعرف. ما بتعرفي؟ ما ضروري تعرفي اصلا، انا مش طالب منك تعرفي، مش جاي فرجيك قد بحبك انا. تصرفاتي بتفرجيك قد بحبك، وقفتي حدك بس كوني عايزتيني تفرجيك قد بحبك.
ما بدها يعني بحب صداقتك، ما في يكون عم زعلك او ما في ما بيقطع نهاري. يعني اذا انت يعني بحب صداقتك مش طب ما بدي يعني بفكر اكثر من هيك، بس صداقتك صرنا كثير قراب. اذا انا زعلتك قولي لي على شو بزعلك، واذا بس زعلك قولي لي على شو بزعلك. ما تطمزي بدك تصرخي بدك تعيطي انا ما بدك يعمل. عارف انه حنرجع راضيك، مش انه انا حنرجع نتراضى ونتصالح، لانه انا صراحه بخاف عليك وبدي مصلحتك. وسبق وصاير مشاكل. بتذكر اول شيء ده كان يكون في مشاكل؟ ذاكره ولا لا؟ ذاكره اول فتره؟ لو تفهميني كنت غلط وعتلنا هم كل هذا. وقفت حديك اوكي قدامهم كلهم. حنان عندها ظروفها، حنان عندها كذا كذا كذا، صح ولا لا؟ باقي حدا غلط معك رجع؟ حدا سمعك كلمة؟ عشان ترجع تيجي توقف ضدي؟ رفال مش ضدك، انا ضدك. شو تبع شو عم تزعل مني؟ انت بتعرف انه انا انت رفيقي، انا كثير بعزك لانه وقفت معي ولان كثير اشياء بتقولها انت هلا. اوكي بس وقت انا احكي اوكي حتى لو ما زعلت منك، بس مش ضروري تزعل يعني تصرخ بوجهي. ولا في حدا في يصرخ بوجهي ولا حدا. ما بحب هالحركات يا رفيال والله. انه حركات تعصيب وردة فعل. انا ردة فعل لا هيك. شو عصبت ليه؟ عصبت ليه منك من وراك من شو؟ ما تحكينا انا كله قلت لك شيل اغراضكم من هون انت. اوكي خلص اوكي احنا فهمنا الموضوع وخلص، مش ضروري تحكي كثير. انا رجعت حكيت مع انيس، انت تدخلتي ودخلت ما بال وسكت ما بال وكفيت انت تحكي، صح ولا لا؟ وعليت انا ما بال. بحكي مع انيس مش مع مبال ولا مع مروان ولا مع اي حدا. انا عم بحكي مع انيس. كلكم دخلتوا كلكم يعني سربتكم تحكوا على علبه التون، كلكم بدكم ايه شو يعني؟ لا انه علبه بس برميها بس، مش ما بدها هالقد يعني ما بدها هالقد. انت اللي كبرتي. انا ما كبرت شيء مروان، وانت اللي كبرته. انا مكب انا يعني مش 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 خلص ما بك شيء. وجاي عم تغنج علي انا، تغنج علي وانا بدي بلع صرت مره ثانيه. ما تعملين مره ثانيه ومره اولى. يا الله. يوم بعد يوم الطلاب بيتأثروا ببعض أكثر وبياخدوا كمان مواقف من بعض، ومرات بيزعلوا لأنهم مهتمين ببعض. علي زعلين والسبب تصريح من دينا حوشانتال. خبرتك أنا ودينا حلو نفس الحلم، بيكملوا بعض الحلم. حكيت لك؟ ما حكيت. أنا أيما بتقول لي أنا حلمت حلم غريب، قلت لها وأنا كمان حلمت بكي حلم غريب. قالت لي طب احكي. قلت لها حلمت إني جوليان. أخوك اتصل بيكي قال لك ما تكلميش جوليان تاني، وهي حلمت إن جوليان مع واحدة تانية. برافو. جوليان مين؟ انكسر. كنت قلت فين أصلاً أنت بتحلم؟ واحد قريبها. قريبها. هاي. رفيق علي. رفيقها يعني حبيبها. لوت. مالك علو؟ علو. بابي مال. تستاهل الطيارة. لا تغير الموضوع. شوي يعني. حاسي نفسي كده سواق يعني هيب هوب. جايز باي. يلا تصبحوا على خير. يلا يلا لعبوا. يلا يلا نلحق. نلحق ننام. بطلع. نعم متى بتطلع وبتنام مبكر؟ والله لو مخك. لا لا لا. عندي مشكلة. صفنا وطلعت نام. خذ يا علي يا علي. طيب اوه. يا حبيبي. يلا حبيبي. نايس اوكي. بني جايز. خليك قاعدة ان شاء الله تضحك. عادي تنويسي بعضنا. نينا شو صار هلا؟ انا ما فهمت. علي طالع ينام الساعه 11 الا ربع. حياته ما عملها لانه زعلان. من شو زعلان؟ يعني مثلا علي كان ينام 3 4 امبارح، ما كانش راضي يطلع ينام الساعه 3 مثلا. شو بك دينا؟ شو عم تطلع فيه هيك؟ شو فيه؟ شو بحبك الصبي، بحبك من كل قلبه والكل بيعرف. بعدين بقى في ولا مرة قال لي هذا الشيء، انتوا بتخبروني.
من قصة علي وشانتال لقصة مابيل وأنيس. مابيل تشاركت مشاعرها حول أنيس مع شانتال. ابدا ما كنت متوقع انه اتعلق بشخص هون. ابدا. هيك شو وضعه أنيس معك؟ شو وضعه أنيس معي؟ مهضوم؟ عادي رواق. ها؟ ايه وقعد فكر انه في شي بيناتنا. شوف غلط لي. لا مش غلط بس انا ما بدي. عادي رفقة ما بدي الامور و انه ما إلها معنى تقعد تلتهي فيهم. مزبوط. ما حق بس انه منمزح ومنضحك مع بعض عادي. اعترفنا حبنا لبعض. عن جد؟ انا بحكيها عادي يعني. لا قال لك هو بحبك. ايه يا كذا مع بعض. انه انا قلت. لا بس انه عن جد بتحسي لانه نحن بيناتنا غير انه منغنى اونجلي لقينا انه فيها الكيمستري بيننا. تعلقنا ببعض وحسينا انه عن جد محتاجين لبعض هون بالاكاديمي. يعني كل واحد جاي لهدفه بس كمان عندي بس انا بهتم لانيس وبهتم لهدفه بذات الوقت. انيس بيهتم فيه وبيهتم لهدفه كمان. تتذكر لما قلت لك انه كل ما نزعل من بعض فكر بالاوقات الحلوه اللي قضيناها مع بعض وقتها؟ انا هيك بعمل. انا طبعي ما بلاقي ماي تايب كثير قليل الاقيه وحسيت بانيس هذا الشيء. اني ما حسيته بحدا. اللي بدي اقول لك اياه انه you're so smart وما تخلي تعصيبك يتغلب على your smartness. خلي دائما تفكيرك like هيك. اوكي بس انه هو عرفتك من شيء يمكن احنا تعلقنا ببعض ونحنا بتحسينا رفقة كثير قرب من بعض ومنعتر هم بعض اللي هو احلى بكثير مما انه تكوني مغرومة وبدك تغمري وهالقصص. عرفتي كيف؟ يعني نحنا مننكت بشكل مش طبيعي على بعض. ايشي بقى منك؟ نحنا دايما لما حدا منا يقول شي حلو عن التاني انه عن جد واو انه شخصيتك كثير قوية for example مثلا التاني بيرد حياتي ومنهد ايدين بعض بنبوس بعض بنغمر بعض لي كثير. فصرنا ننكت على هالشغلة. ما تنسوا مشاهدينا فرصة ربح لسفرة كاملة التكاليف لبيروت لحضور البرايم مباشرة. لا تشاركوا ادخلوا على www.cbc-eg.com. حلقتنا لليلة انتهت. أنا بشكر متابعتكم وبلاقيكم بكرة. باي باي. يقولوا ما قدر أجيبها دوبي وكل يقولوا هذه صعيبة هجيبة يعني هجيبة لو كان تحت الحراسة وده لوعداني.